اهلا بكل مشاهدينا، تحية صباحية لكل اللي بتواصلوا معنا عبر هذا الصباح. وحنبدأ الساعة الثانية بإذن الله تعالى وحنتابع هذا التقرير ونعود. تحية لكل متابعينا وهذه الفاصلة الصباحية، ويعني كانت بالتأكيد فيها اختيار ولمسات جمالية بتقع على قلوب الكثيرين. حنذهب مباشرة إلى جنوب كردفان ونتابع هذا التقرير ونعود. في كردفان حينما يسمع هذا الصوت فالمؤكد أن حدثا مهما يجتمع عليه الناس على وشك أن يبدأ، المصارعة الحرة أو البيئية أو الصراع كما يسمى محليا، رياضة مقرونة بموسم الحصاد والأفراح. هنا في منطقة الحمادي تنادت جموع غفيرة من الجماهير لمتابعة الصراع والاستمتاع بمهارة وقوة المصارعين من شباب المنطقة. تنافس جائزته الوحيدة أن تحمل على الأعناق كبطل وتزف إلى الجمهور. وفي الذاكرة أبطال سادوا في المنطقة شهرة بأسمائهم الطريفة كالبترول وكلينكيت والأتوس والخرطة والكسر الباب. في الموسم كالآذة بلمنا الحياة الفرح بينات الناس والشباب شانتلين والسلام بينات الناس، ونحاول دائما يعني يكون بيناتنا إلفة ومحبة بين الشباب وبين القبائل. والقبائل أسل كانت في الصراع أكثر من 13 قبيلة، ونعتبر نفسنا كلنا ناس فرقان وناس مناضل وناس حلال وإخوة وتصافي، وعشان بينات الناس يكون بيناتنا السلام دائما. يعني الشباب ما بلمهم الا حاجات الكبيره دي. اضافه الى انها منافسه لاختبار القوه البدنيه، فالمصارعه تعد فرصه للتواصل والالتقاء والتسوق وحفظ التراث الشعبي. الصراع هنا في منطقه في كردفان اكثر شعبيه من كره القدم، والان ان احنا نتمسك بهذه العادات والتقاليد وكده، وكلنا مجتمع واحد، وسوف تمتد هذه الثقافات وهذا الإرث، والما عنده قديم ما عنده جديد. ولتنظيم الصراع كرياضة لها جمهورها الواسع تبذل جهود شعبية ورسمية لوضع لوائح للمنافسة لتكون بين الأندية وإخراجه من طابعه القبلي الضيق إلى نظام الفرق والأتيام. دارين الصراع ده ذاته نخليك منه حالة بتاع الترابط بين المناطق الموجودة. الحقيقة المناطق دي دخلتها نوع من الجفو، والصراع فترة من الزمن انقطع عن هذه المنطقة. الآن بدينا نلملم القديم في سبيل نعمل مزيج للناس ونطمس القبلية زي ما قال أخونا شنتو. يعني الصراع القبيل بتاع القبيل دارين الغيو، لأنه لما نكون صراع قبلي
بيدخل نوع من التغير الان في شكل انديه وشكل اتيام يعني بالمناطق بدلا من القبائل. وخذنا التجربه دي قبل كده مشاربات دبكر ومشاربات سوق رابحه، والان عندنا نمشي الدلن ولا هبيله، لكن ما على اسس قبليه، على اسس بتاعت مناطق. وجزاكم الله خير وبارك الله بكم. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، منطقه الحمادي. خلص الود والمحبة لكل متابعينا، وبعد هذا التقرير مباشرة حنذهب إلى الأخبار الواردة عبر موقع الشروق نت من خلال صباح الشروق، وحنبدأ مشاهدينا الكرام بالبرهان يزور مصابي أحداث الجنينة في السلاح الطبي. قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام للقوات المسلحة يوم الجمعة بزيارة الجرحى والمصابين في أحداث مدينة الجنين الأخيرة، وذلك في مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش في مدينة أم درمان، وتفقد أحوال المصابين واطمأن على الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمت لهم أو قدمت لهم، متمنيا عاجل الشفاء ودوام الصحة. وفي ذات السياق قدم البرهان واجب العزاء لأسرتي الشهيدين العميد ركن طيار عمر أحمد عبد الله بأم درمان والرائد ملاح جوي فتح الرحمن سعد على علي بمدينة بري. نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأيضا نقدم العزاء لأسرة الفقيدين. الخبر الثاني مشاهدينا الكرام، تشيع ضحايا طائرة الأنتوف في موكب مهيب، شيع جمع قفير من سكان مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم الجمعة ضحايا حادثة الطائرة، وهم 16 شخصا في موكب مهيب إلى مقابر القيادة العسكرية للفرقة 15 منشاة في المدينة. وشارك في التشيع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدو، والوفد المرافق للجنة العليا لمعالجة تداعيات أحداث الجنينة الأخيرة. وفي خبر آخر، اكتمال مراسم تغيير الحرس الجمهوري، جرت صباح الجمعة بالخرطوم مراسم تغيير الحرس الجمهوري أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري بحضور ضيف شرف الاحتفال اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وجمع كبير من المواطنين وضباط الصف وقادة لواء الحرس. وحضر المناسبة مسؤولو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ولاية الخرطوم، وجاء الاحتفال متزامنا مع احتفالات البلاد بالذكرى 64 بأعياد الاستقلال المجيد. خبر آخر، جلسة مفاوضات بين الحكومة السودانية وجناح أجار. عقد وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي، كان ذلك يوم الجمعة في جوبا، جلسة المفاوضات مع وفد الحركة الشعبية شمال جناح مالك أجار بحضور وساطة دولة جنوب السودان. وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين، وتم رفع الجلسة على أن تستأنف المفاوضات بينهما صباح السبت. بهذا الخبر نكون وصلنا معكم إلى أهم الأخبار الواردة عبر موقع الشروق نت وكذلك عبر صباح الشروق. أبقوا معنا مشاهدينا الكريم، ونذهب شمالا إلى حلفة ونتابع واحدة من العادات والموروثات الجميلة لتلك المناطق. الله 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 ليلنا. تسيطر على أفراح السودانيين وعلى مناسبات الزواج عندهم على وجه الخصوص الكثير من العادات والتقاليد التي تختلف من بيئة لأخرى. من شمال السودان إلى منطقة حلف الجديدة كانت تهجرهم بحضارتهم وفنونهم، انتقل الحلفويون إلى هذه المنطقة وظلوا متمسكين بتراثهم الضارب في الجذور. جاءوا بكل ما ورثوه من أرض الآباء بموروثاتهم الثقافية والاجتماعية، تاركين وراءهم حنين الديار والنيل الذي لا زالوا يبكونه
حتى في مناسباتهم التي يمثل هو مصدر تفاؤلها. فالحلفاويون كغيرهم من السودانيين تبدأ طقوس الزواج عندهم بالخطبة، فمجرد أن يبلغ الولد سن 11 من عمره يختار له أهله بنتا مناسبة تكون له زوجة المستقبل، وهي عادة ما تكون بنت العم أو الخال أو إحدى بنات الأقربين، ويتم حيز البنت بصورة مبدئية، وينشأ الطرفان وهم على علم بأنهما سيكونان زوجين. عند دخول الخطيبان مرحلة الزواج تبدأ الطقوس بليلة الحنة والتي تسبق ليلة الزفاف بيوم واحد، حيث تبدأ مراسم الحناء بالنسبة للعريس بمسح باطن قدمه وأصابعه بالزيت الهندي أو المحلبية، ثم توضع الحناء عليها. وتقوم بهذه المهمة سيدة متقدمة في السن من أقرباء العريس، ولكن الوضع حاليا اختلف تماما، وباتت الفتيات من يتولينها وتصاحب تلك المراسم أهازيج الفرح التي تقوم على مدح أسلاف العريس. بعد الانتهاء من طقوس الحناء تبدأ حفلة الرقص والتي يقودها لفيف من المغنين المحترفين والهواة، ويمثل الدف أو الطار، وهو آلة شعبية مصنوعة من إطار خشبي عليه قطاء من جلد الغنم مشدود عليه، الإيقاع الشعبي الحاضر في كل مناسباتهم رغم دخول الآلات الحديثة في الغناء. ويتميز الحلفويون بتنظيم حفل العرس تنظيما جيدا، حيث يقف الضيوف في دائرة واسعة، يكون الرجال في جانب وتجتمع النساء في الجانب الآخر، وهناك رقصات خاصة لدى الحلفويين يؤديها الشباب من الجنسين، ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. هذا ما كان متعلقا بليلة الحناء. أما ليلة الزفاف فتبدأ بطقوس الجرتق التي تحتضنها ساحة منزل العريس، وتبدأ الطقوس بجلوس العريس على بساط أو برش أحمر، وبجانبه عدد من الأواني الخشبية التي تحتوي على مسحوق الصندل والمحلب. وفي خضم غناء النسوة المصاحب لتلك الطقوس تقوم امرأة متقدمة في السن أيضا بتضميخ رأس العريس بالزيوت المعطرة، ثم تنثر فوقه مسحوق الصندل والمحلب، وتسمى هذه العملية بالجرتق. ثم يقوم زملاء العريس العازبون بغمس أصابع في زيت الصندل ثم يستنشقونها تفاؤلا بالمناسبة. كل ما تم من طقوس ومراسم متعلقة بالزواج من حناء وجرتق كانت داخل منزل العريس. بعدها يتم التحرك إلى بيت العروس في موكب حاشد أو سيرة كما يطلق عليها، ويقودها رجال الطرق الصوفية بأناشيدهم المعروفة أو فرقة غنائية تكون في مقدمة الموكب، وتتوقف السيرة على مراحل عند مسيرها إلى منزل العروس. حنين الحلفويون إلى ديار الآباء لم يأتي من فراغ، وطقوس الزواج تجعلهم يجترون شريط الذكريات بأرض شمال، وهنا افتقدت بعض الطقوس التي كانت من أهم الطقوس والمراسم بالنسبة لهم، كالمسير إلى النيل والذي يمثل قمة التفاؤل بالزواج وطول فترة الاحتفالات، وافتقاد الآلات الموسيقية التقليدية وقطع جريد النخل الأخضر. صباح لكل المشاهدين، وخصوصا حلفة والعادات الجميلة. وشفنا صيني التجرتك، وشفنا تفاصيل الزواج السوداني. وأنا قبل قلت إحنا إذا اختلفنا في العادات والتقاليد لحين قاعدين نجتمع في الصينية دي كموروث ثقافي جميل على مدى السنوات. حنتواصل بتأكيد، وصلنا إلى فترة الرياضة أو الفقرة الرياضية، ومن خلال نتعرف على أهم الأحداث الرياضية من خلال هذا الصباح والابتدار بأجمل الأهداف. سعدنا بكم متابعينا، احنا في الجزئية الأخيرة عبر الزميل والصحفي عثمان الأزباط، حضورا وتحليلا للأخبار الرياضية محليا وخارجيا. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، صباح الخير عليكم وصباح الخير على مشاهدي الشروق. أهلا بك. وحنبدأ بفريق الهلال يواجه القوة الجوية، يمكن دي واحدة من المباريات الودية لاستعدادات الهلال.
نعم الهلال يمكن توقيت المباراة مع النجم الساحلي اقترب كثيرا، واليوم حيواجه فريق القوة الجوية بطل دوري المؤسسات العسكرية. كان ممكن الهلال يلعب مباراة أقوى من كده على اعتبار أنه بعض أندية الممتاز ممكن تقدم فائدة فنية أكبر من فريق القوة الجوية باعتبار أنه فريق بطل الوحدات العسكرية. كان ممكن الهلال يستعين بأحد فرق الممتاز، الخرطوم الوطني أو حي العرب أو أي عدد من أي فريق من أندية الممتاز، كان ممكن يقدم فائدة فنية أكبر على اعتبار أنه المستوى الفني واللياقي أفضل من فريق المعرفة الجهاز الفني اللي يختار الفريق بطل المؤسسات العسكرية. فكان ممكن يلعب مع أحد أندية الممتاز ممكن يقدم له فوائد فنية أكبر. صحيح أداء الهلال لم يكن بالمستوى المطلوب، الهلال لابد منه مع الناس الكثير عن نتيجة ركن لنتيجة المباراة الفاتت. على عكس النجم الساحلي يعني جمع قواه وبدأ الإعداد بشكل جيد لمباراة المباراة الثانية مع الفريق، لأنه هي بتمثل جواز عبور للمرحلة القادمة. اليوم حيلعب النجم الساحلي مباراة قوية عكس الهلال، حيلعب مع الأفريق التونسي في الدوري التونسي، ممكن المباراة تعده بشكل جيد وتكون بروفة أخيرة قبل الحضور للخرطوم ومواجهة الهلال. كان نتمنى أن الجهاز الفني يعني يستعين بفريق أقوى، ولكن في النهاية يعني إعدادات الهلال لم يكن بالمستوى المطلوب. 5 من اللاعبين الأساسيين لم يكونوا حضور في التمارين الماضية، المدرب كان سلوكه احترافي، عاد قبل موعده ب 24 ساعة وأشرف على التدريبات، ولكن الخمسة لاعبين أساسيين لم يشاركوا في المران في كل التمارين التي تلت عودة الفريق الخرطوم. حتى أمس لم يشارك الخماسي رغم أنه الهلال جدد عقده لثلاثة، القائد عبد اللطيف بوي وبش الصغير وعمار الدمازين، ولكن حتى الآن لاعبين لم ينخرطوا في التدريبات. ده مشهد خطير جدا، تبقى 6 أيام فقط للمباراة. الفريق المفروض يعني يرتب اوراقه بشكل جيد للقاء، خاصه انه المباراه بالنسبه لحاسمه. فوز الهلال في المباراه في الجوله الرابعه هيقربه كثيرا من التاهل، خطف ورقه الترشح سواء كان على اول او ثاني المجموعه، فبالتالي المفروض يكون اهتمام اكبر، خاصه انه الفتره قصيره جدا والنجم الساحلي معروف انه ما خسر مباراتين على التوالي. وغير يعني مهمة. فعلا هو أطهر الطاهر قدم هدف جميل وأحرز مثلا فوز الهلال، لكن الترجي حيكون أكثر قوة وعنفوان للانتقام ومن ثم للحصول على النقاط. طبعا صحيح النجم يمكن النتيجة هزته كثيرا، خاصة أنه معروف هو يعني متصدر المجموعة وهو فرع المجموعة، فاز على الأهلي المصري وفاز على بلاتينيوم في زيمبابوي، فبالتالي الخسارة على أرضه يعني لم تكن متوقعة، في غضب جماهيري على اللاعبين والجهاز الفني. الفريق وضع اهتمامه كبير جدا بالمباراة الجولة الرابعة وأبدى اهتمام كبير، ويعني هو بيأكد عدد من اللاعبين والجهاز الفني نفس الدافع اللي خلت الهلال يفوز في تونس هم أيضا يعني يسعوا للفوز في الخرطوم، فبالتالي الهلال ينبغي عليه الحذر ولا يركن لنتيجة المباراة الماضية ويستعد بشكل جيد ويرتب أوراقه المباراة حتى أنه يحقق الفوز، لأنه فوزه في هذه المباراة يغربه كثير من التأهل للمرحلة القادمة من دور المجموعات. وبالتالي ينبغي يكون الاهتمام والتركيز كبير خلال المرحلة الجاية، الفترة قصيرة ولكن ينبغي الجهاز الفني يرتب فيها أوراقه بشكل جيد، خاصة أنه هو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النجم الساحلي ودرس الخصم جيدا على اعتبار أنه ما لعب المباراة الماضية في تونس ومبارياته مع الأهلي وبلاتينيوم، وبالتالي الهلال عليه يعني يركز جيدا واللاعبين يلعبوا بشكل بروح قتاليه، ويعني الجمهور نتمنى انه يكون في حضور كبير ومحتاج لمناشده لانه الفريق يحتاج لمؤازره كبيره حتى انه يعبر المباراه القادمه ويعني يخطف بطاقه الترشح مبكرا لا يركن لنتائج الاخرين ويتاهل من مباراه الخرطوم، لانه الفرصه مواتيه انه يعني الهلال يصل للمرحله القادمه من دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. حنمشي للمريخ مباشره ويتحدث عن تسجيلات فريق المريخ، ويمكن في الهلال برضو كانت في تسجيلات وكان في شب في العام ده عند البعض كان غير موفق، نشوف تسجيلات المريخ والايام ده ممكن تكون موفقه وتدعم الفريق. نعم المريخ يمكن لأن الظروف المالية المرّبة الأزمة المالية اللي يعاني منها مجلس الإدارة لم يدخل بثقله بالتسجيلات على غرار الأعوام الماضية، كان في تسجيلات اللاعبين الوطنيين، كان في تنافس بين الهلال والمريخ على أبرز اللاعبين الوطنيين وحتى اللاعبين الأجانب. المريخ ملف المحترفين يبدو أنه مع الوضع المالي المرّبة للنادي يعني لم يهتم بملف المحترفين، حتى الآن نسمع بمفاوضات جادة مع أي لاعب محترف أفريقي أو عربي. صحيح كان رجحت أخبار في بعض وسائل الإعلام الفترة الماضية عن يعني انه المريخ حيستخدم بعض اللاعبين، ولكن كلها حديث يعني غير صحيح. حتى الان مجلس الاداره لم يؤكد انه تعاقد مع اي لاعب اجنبي، يبدو انه تركيز المريخ على اللاعبين الوطنيين، حتى اللاعبين الوطنيين المريخ ركز على لاعبي الدرجه الاولى على اعتبار انه القيمه الماليه ما كبيره. المريخ تعاقد مع
الثنائي امس او الامس الطبنجه مع احمد عبد المنعم طبنجه لاعب الجوز الخرطومي وصابر من الجوز، هم لاعبين شباب وسجلهم في فريق الشباب حتى يستفيد منهم في المرحله القادمه. ايضا هناك في غرفه المريخ حتى الان عادل جدو كرومر لاعب الامل، هو لاعب عقده منتهي مع الامل، فبالتالي تسجيله لن يكلف المريخ كثيرا على اعتبار انه سيمنح مستحقاته فقط. على سبيل العين الوطنيين المريخ يعني عرض صفقة تبادلية الهلال عبيد بإعارة صادق شلش مقابل استخدام محمد عباس كنان. هلال عبيد رفض اعتبار انه رفض امس عرض المريخ، واكد انه اذا كان المريخ جادا ان يدفع يعني اموال شلش كاملة ويعيروا الفريق وفي المقابل يتم اطلاق سراح محمد عباس او دفع المبلغ اللاعب شلش للاعب او لنادي هلال عبيد. رفض العرض، فبالتالي الصفقه محدده بالانهيار. المريخ يمكن يهم اكتفى باللاعبين الاثنين ديل ومحمد عباس، وتبقى 6 أيام فقط للتسجيلات، الفتره قصيره جدا. ولاحظنا انه الانديه حتى انديه الممتاز لم تدخل بصوله على اعتبار انه كل الانديه تعاني من ازمه ماليه هذا الموسم، وبالتالي المريخ سجل لاعبين ويمكن اقرب جده كرومر سجله خلال اليومين اليوم او غدا، ولكن صفقه هلال عبيد محدده الانهيار خاصه بعد تدخل الهلال العاصمي في صفقه محمد عباس. و يعني امس مجلس اداره نادي الهلال اجرى اتصال بهلال عبيد واكد رغبته في استخدام محمد عباس، فبالتالي ده ممكن يهدد انتقال المريخ على اعتبار انه الصفقه التبادليه بين الهلال عبيد والمريخ لم تمضي الى الامام. امس ايضا المريخ انهى عقد الغاني مايكل، هو لم يقدم مستوى المطلوب خلال الفتره القادمه من تم منحه فرصه كافيه، ولكن لم يقدم المستوى المأمول، وبالتالي كان قرار موفق مجلس الاداره انهاء عقده على اعتبار انه اللاعب يعني شهريا يعني لديه مستحقات ماليه مرتبات صح. بالدولار، فبالتالي لم يقدم الفريق اي مستوى ولم يستفيد منه، وبالتالي يعني نهايه عقده كان قرار موفق. يعني اتوقع ان المريخ الفتره القادمه انه يسجل لاعب او لاعبين وطنيين ويكتفي بذلك على اعتبار انه مع الازمه الماليه التي يعاني منها. امس رئيس النادي ادم سوكال اجرى اتصال بلاعب الهلال سمون مرغن انتهى فترته، عرض عليه انتقال المريخ، ولكن اللاعب رفض التمسك بعرض الهلال واكد انه هو لديه اتفاق مع الهلال لن ينتقل للمريخ الا اذا تخلى عنه الهلال، فبالتالي ده يؤكد انه هو متخوف من خوض تجربه مع المريخ على اعتبار انه الالتزام المالي في الفتره القادمه لن يقوم بالطريقه، يعني هو شاف تجارب لاعبين اخرين وبالتالي تمسك وانتظر الهلال. اليوم احتمال الهلال ينهي صفقه سمو المرغن. نعم، هنسب مباشره الشرطه القضارف يعين صبري عبد الله مدير فني. نعم، شرطة القضارب بعد وفاة المدير الفني للفريق يمكن استعان بصبري عبد الله، مدرب لديه خبرات جيدة وكان يعني يشرف على النادي الأهلي شندي وحقق معه إنجازات لافتة، مدرب شاب ومميز وليس غريب على الشرطة القضارب وعلى الدوري السوداني، يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الشرطة، وبالتالي ممكن أن يقدم خدماته للفريق خلال الدورة الثانية. هو سلم مهامه في الفترة القادمة للإشراف على التسجيلات وإعداد الفريق للدورة الثانية. تمام، مباشرة انتهت الدورة الأولى من الدوري الممتاز ونحن بصدد الدورة الثانية للممتاز، كيف ستكون الجاهزية؟ نعم، الدورة الأولى انتهت يمكن كان في تباين في المستوى، يعني شاهدنا يمكن فرق من كانت من فرق الصدارة تراجعت كثيرا، مثل الأهلي شندي والخرطوم الوطني وأهلي الخرطوم كانت بتنافس على المراكز الأولى تراجعت كثيرا المركز الخامس والسادس، وحتى الفرق الصاعدة يعني بدأت بدايات جيدة مثل الفلاح عبرة حقق انتصارات في أول 3-4 مباريات بعد ذلك تراجع كثيرا. المستوى كان في تباين، يعني في لاحظنا في صعود لفرق قدمت مستوى كبير وتقدمت المراكز الاماميه، المريخ تصدر الدوره الاولى للممتاز وتلاه الهلال، الهلال تم ترحيل مباراته مع الهلال الفاشر الى ما بعد التسجيلات، هي اخر مباراه في الدوره الاولى. والمركز الثالث كان الامل عبر المفاجاه البطوله، حقق نتائج جيده جدا داخل وخارج ملعبه وكان متصدر الدوري فترات طويله، ولكن في النهايه الهلال والمريخ عادوا لموقعهم الطبيعي. ايضا حي العرب بورسودان حقق نتائج ايجابيه وصعد للمركز الرابع، الوادي نياله يعني في تباين في المستوى، في فرق صعدت في فرق فاجات الجميع، يعني قدم مستويات ضعيفه يعني مثل الاهلي مروي، هلال كادوغلي كانت في فرق دائما بتحقق مراكز الوسط ولكن تراجعت كثيرا، ايضا اهلي عطبره يعني لم يحقق النتائج المعموله على اعتبار انه هو فرق الدوري الممتاز القديمه ولديه خبره وشارك باستمرار في البطوله، ولكن هو الان في المركز الاخير لم يتوقع احد انه يتراجع بهذا المستوى. في فرصه انه الدوره الثانيه الفرق الدوره الثانيه حتبدا يوم 7 فبراير، هناك متسع من الوقت يمكن شهر او اكثر، فتره ممكن الانديه تدعم صفوفها بشكل جيد في تسجيلات، تشوف النواقص في كل الخطوط ممكن تدعم صفوفها رغم الازمه الماليه، ولكن دعم هنا وهناك
ايضا في فتره اعداد كافيه يعني شهر كامل للدوره الثانيه اللي ممكن الفرق تعيد فيها ترتيبها وحساباتها حتى تستعد بشكل جيد للدوره الثانيه. ممكن نتوقع ظهور افضل للانديه ومستوى افضل ومستويات جيده وظهور جيد للاعبين، خاصه انه الدوره الثانيه حاسمه باعتبار الفرق القمه للتتويج باللقب. الهلال والمريخ تنافسوا على البطوله، واربعه او خمسه انديه بتنافس على المراكز المؤهله للكونفدراليه اللي هي اهلي شندي، هلال الابيض، وحي العرب، والامل عبره. وايضا في انديه تسعى للبقاء في مراكز الوسط الاخرى لتفادي الهبوط الى الدرجه الاولى. فالدوره الثانيه حتكون قويه وممتعه ومستوى يمكن يكون نشهد افضل من الدوره الاولى. نعم. فيما يتعلق بتسجيلات الهلال ايضا نعم الهلال يعني هو الفريق الوحيد ممثل للسودان افريقيا نعم. بعد خروج الهلال المريخ والهلال وهلال الابيض نعم. بالتالي هو محتاج لدعم صفوفه، وخاصه انه خط الدفاع الان هناك الاستعانه بتوليفه، يعني الهلال يولف عبد اللطيف بويو سموه المرغني في خط الدفاع، ومحتاج لتدعيم في خط الدفاع حراسه المرمى امنه وبوجود جمال سالم ويونس الطيب، ولكن الهلال يحتاج لتدعيم في خط الدفاع وخط الهجوم. شهدنا يمكن وصول المدافع المالي الخرطوم واجرى الكشف الطبي اللي يمكن نتائجه حتصهر، هو ممكن يشكل إضافة إذا حقق نجاح لاعب حوري القاني، لاعب مميز حسب ما تابعنا في مسيرته، ونتمنى أنه يكون يعني عودته وانضمامه للهلال بموافقة المدرب اللي أكد هو أنه أي لاعب لم يشاهده لن ينضم لكشوفات الهلال. أيضا هناك حديث عن يعني وصول اليوم لاعبين من مصر ولاعب برازيلي، نتمنى أنه الهلال يسارع الخطة في الفترة الستة أيام أنه يعني كل من ينهي ملف المحترفين القادمين يجتازوا الكشف الطبي حال وصولهم اليوم أو غدا، حتى انه يعني الفريق يسجلهم قبل نهايه التسجيلات وينخرطوا في الاعداد، لانه الفريق حيواجه بمواجهات صعبه خلال الفتره القادمه، لانه هو الوحيد المحتاج لدعم. على مستوى اللاعبين الوطنيين يمكن زي ما ذكرت انه يعني تدخل في صفقه محمد عباس، وفي لاعب عراقي هو مصطفى ناظم لاعب الزوراء الهلال فاوض، وهو يعني ابدا موافقته على اعتبار انه الدوري العراقي الان متوقف، ممكن دي ميزه تخلي الهلال يمكن يكسب اللاعب، هو مدافع قوي ولاعب في المنتخب العراقي لاعب اساسي. فلا يعني خلال الفتره القادمه نتمنى انه الهلال يوفق في دعم صفوفه بلاعبين مميزين على مستوى المحترفين حتى يشكلوا الفارق ويدعموا الفريق بشكل كبير، لانه حتى لو تاهل الهلال لهذه المرحله حتواجهه مواجهات صعبه جدا في المرحله القادمه. كل الفرق في الانديه الابطال فرق قويه ومتمرسه ولديها خبره ولديها الطموح للتتويج باللقب، فبالتالي دعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين مع وجود اللاعبين الموجودين الان في الكشف، نتمنى انه ايضا يعني الهلال يعني يكمل تسجيل اللاعب الصمون المرغن، هو لديه مستحقات لم يوقع مع اللاعبين الثلاثة، لديه مستحقات سابقة 180,000 جنيه، واللاعب ولاء الدين، فضمهم للكشف مع اللاعبين القدامى على المحترفين، ممكن الهلال يشكل قوة ضربة خلال الفترة القادمة. طيب هنمشي عالميا والدوري الأسباني، يمكن هو الدوري الوحيد الآن فيه مباريات، نتحدث عن هذه المباريات. نعم، كل الدوريات كانت متوقفة خلال الفترة الماضية على اعتبار عيد الميلاد والكريسماس، يمكن الوحيد الدوري الإنجليزي كان مستمر بشكل متواصل من 26 حتى أول أمس. اليوم يعود الدوري الإسباني الليغا للدوران من جديد، المباريات بثلاث مباريات لفرق الصدارة، برشلونة المتصدر هيواجه إسبانيول في ديربي كاتالونيا، مباريات معروفة قوية رغم أنه إسبانيول هو في المركز الأخير وبرشلونة في قمة الترتيب، ولكن دائما مباراة تكتسب قوة وإثارة، إسبانيول دائما يعني يلعب بقوة من برشلونة ويسعى يعني للفوز عليه والتعادل، فبرشلونة يسعى للفوز حتى أنه يعني لا يفرط في الصدارة اعتبار أنه هو الفارق بينه وبين ريال مدريد نقطتين فقط. ايضا حيواجه ريال مدريد اليوم ختافي بدون نجمه البلجيكي ادن هازارد، ومباراه صعبه للريال، ختافي من فرق الوسط ولكن يقدم مستويات جيده دائما مع الفرق الكبيره. ايضا حيلعب اتلتيكو مدريد مع ليفانتي في مباراه ليس سهل على اتلتيكو اللي تراجع للمركز السادس. نعم، برضو انتقال اللاعب ابراهيموفيتش او رجوعه الى فريق ميلان مره اخرى. نعم، ابراهيموفيتش يمكن عاد لميلان بعد 8 او 9 سنوات، واخر فترة كان لاعب فيها من 2010 إعارة من برشلونة إلى 2011، وتم التعاقد معه لعام حتى العام 2012، قدم مستويات جيدة ابراهيموفيتش رغم يعني وصوله للسن 38، ولكن يقدم مستويات لافتة كان مع أنجلوس جالاكسي الأمريكي. يعني هو أمس ذكر في المؤتمر الصحفي أنه هو تلقى عروض أكثر مما كان هو شاب، ولكن هو أكد أنه ميلان فريق كبير وعودته لميلان ممكن تشكل الإضافة، هو لا زال هداف لا يشق له غبار، يسجل عدد من الأهداف، لاعب لا زال في سن الشباب يؤدي بثبات وسجل أهداف كثيرة في الدوري الأمريكي وأهداف حاسمة، ممكن يحقق يعني إضافة كبيرة لميلان، خاصة أنه ميلان متراجع كثيرا في الدوري الإيطالي. أمس يعني نادي ميلان يعني باع أكثر من 50,000 تذكرة
دي فقط دي عودة إبراهيموفيتش لمباراته مع سامبادوريا يوم الاثنين المقبل. فاللاعب لاعب كبير في المؤتمر الصحفي، كان وجد استقبال كبير جدا من جمهور ميلان، والجميع يترقب منه انه يقدم مستوى كبير ويساهم مع المجموعة في نقل ميلان الى يعني الأدوار المتقدمة والوصول لمراكز المتأهلة لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل. نعم، شكرا جميلا عثمان الأصبط على هذا التحليل، شكرا لحضورك، صباح الخير عليك. شكرا لكم، شكرا للمشاهدين. وصلنا مشاهدينا الكرام الى ختام حلقة اليوم من صباح الشروق. ضع قليلا من العاطفة على قلبك حتى يلين، وضع قليلا من عقلك إلى قلبك حتى يستقيم. تحياتي ومجهود فريق العمل عبر هذا الصباح، دمتم بعافية، وأجمل المشاهد ممكن نتابعها سويا، ونختم بها من بورسودان.